سبع حد اثنين ثلاث أربع خميس جمعة. كنت ساكن إيجار في مجاورة اسمها 39، قدمنا في الإسكان الاجتماعي والحمد لله استلمنا في 2015 ثلاثة وصالة، يعني شقة بحر بسم الله ما شاء الله. وبعدين عندك الخضرة بتحيط المكان من كل اتجاهاته. أنت النهاردة بسم الله ما شاء الله عندك صحة هنا جنب مننا، ما فيش خمس عماير، وفي صحة تانية مستشفى تانية بتتعمل هي قدام منك برضو، ما فيش 11 عمارة. المدرسة جنب البيت، وفي مدرسة تانية تم إنشائها في آخر الحي. جيت هنا من حوالي سنة بالضبط، سنة وشهر يعني. هنا خدمات برضو، وفي نفس الوقت مكان نظيف، يعني تطلع من العمارة تلاقي خضرة، مواصلات قدام الباب. لما نوينا على الجواز كنا في دماغنا إيجارات بقى، مش قصة تمليك يعني. كل واحد لسه في بداية حياته وكده. لما فتحت التقديمات الصراحة احنا كناش مصدقين انها هتنزل شقة ثلاث أوض يعني. المدرسة حلوة، احنا بنحب كل الحاجات اللي بتبقى في المدرسة، بنحب ألعاب المدرسة، بنحب المدرسين، بنحب كل الحاجات اللي في المدرسة. تقع هنا بقالها كده، دي السنة التانية. مريم كانت هنا برضو، قعدت هنا فترة جامدة قبل ما تدخل المدرسة. الحضانة ما شاء الله مستواها تعليمياً وتربوياً أحسن كتير من حضانات يعني في المناطق كنا ساكنين فيها قبل كده. أنا بقوم الصبح بروح شغلي، هي أمها بقى بتقوم الصبح بتظبطها وكده وتوديها الحضانة، وهي ترجع على شغلها. هي مدرسة في المدرسة اللي هنا دي. في اتجوزت وكنت عايشه في عين شمس، قعدت سنتين وجيت هنا العاشر. الحمد لله العيشه هنا كويسه جدا والله، مفيش حاجه ناقصاني. الحلو في ان هي الشقه حلوه واسعه ونظيفه عن شقق انا جيت. لما جيت سكنت انا كنت ساكنه في عثمان اللي هي تبع لابن بيت، ما كانتش كده، ما كانتش حلوه، ما كانتش واسعه، وما كانتش نظيفه بالشكل ده. الفرق ما بين العشوائيات وما بين هنا فرق كبير. ليه؟ الواحد ما بيبقاش مطمن عليه في العشوائيات، بيبقى خايف عليه. هنا الواحد لو هو راح وجه لوحده، ابني في تاني اعدادي بيروح الدروس لوحده، بيروح المدرسه لوحده، ببقى مطمنه عليه. شوف طريقه الكلام طبعا غير، اختلف هنا عن العشوائيات بتاع القاهره بكتير. شوف بقى السلوك هناك عامل ازاي. هم يدخلوا المدرسه، انا جبت عيالي هنا ما حبيتش يتربوا هناك ويبقوا زي اللي احنا سيبنا العاشر ورجعنا القاهره، ولادي ما حبوش القاهره وقالوا يا ماما نرجع العاشر، ورجعنا تاني العاشر. حتى لما بننزل هناك عند ناس تحت قرايبنا، انا حتى لما بشوف بزعل والله على عيالي اللي هناك، بزعل. لما زميلك يجي لك عشان يزورك من بلد تانية أو من أرياف أو من هنا أو من هنا، لما يقف مثلا في البلكونة عندك ويشوف المنظر، لما هو داخل لك العمارة يشوف المنظر، يشوف تنسيق العماير، ألوان موحدة، الخضرة بتحيطها من كل الاتجاهات، دي ميزة برضو بالنسبة لمستغل الإسكان الاجتماعي.